السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمود قريطم. هنتكلم النهاردة عن أأمن فيتامين موجود معانا. الفيتامين هتكلم عليه النهاردة ده ينفع الأطفال، ينفع لمرضى الضغط، ينفع لمرضى السكر، ينفع في الحمل والرضاعة. الفيتامين ده الأقراص دي فيها مجموعة فيتامينات فعلا بتساعد في الوقاية من الأمراض، بتساعد في علاج مضاعفات بعض الأمراض، كمان بتقوي جهاز المناعة، واستخدامات تانية كتير. استنوا لغاية آخر الفيديو هنتكلم عنها. معانا النهاردة فيتا ستريس أقراص. أهو الفيتا ستريس أقراص اسمه فيتا ستريس زنك أقراص. الفيتا ستريس يا دكتور مكوناته ايه؟ مكوناته فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12. طبعا مجموعه فيتامين بي معروفه في اهميتها في التمثيل الغذائي، ومعروفه كمان في التهابات الاعصاب وتنميل الايدين والقدمين. كمان فيها فيتامين سي، فيتامين سي المقوي لجهاز المناعه، المضاد للاكسده، اللي بيساعد في الوقايه من البرد والانفلونزا، اللي بيساعد في حيويه ونضاره البشره وتجديد خلايا الجلد. كمان فيها فيتامين ه المضاد للاكسده اللي بيقم التجاعيد واللي بيجدد خلايا الجلد. كمان فيها الفوليك أسيد اللي بيمنع تشوهات الأجنة، واللي بيدخل في علاج الأنيميا وبيقلل تساقط الشعر. كمان فيها الزنك، والزنك معروف للشعر والجلد، يحافظ على صحة الشعر ويمنع تساقط الشعر ويحافظ على نضارة البشرة. كمان فيها الكبر النحاس، وفيها البانتوتينيك أسيد، وفيها كمان مجموعة فيها كمان النيكوتينامايد اللي هو النياسين اللي بيخش في التمثيل الغذائي. يعني مجموعة فيتامينات فعلا فعالة ومتميزة. الفيتامينات دي يا دكتور بيستخدموها لإيه؟ زي ما قلنا فوائد الفيتامينات أكيد هتعرفوا إن بتستخدم في إيه؟ بيستخدم الناس اللي عندهم مضاعفات مرض السكر، اللي هو بيحصل عندهم مرض السكر يبقى عنده تنميل في الأطراف وزغللة في العين، وبيبقى كمان في دوخة ودوار وهمدان، كمان التغلب على الإرهاق والضعف العام والتوتر. مش بس كده، ده كمان بتساهم في الحمل والرضاعة للوقاية من تشوهات الأجنة، وكمكمل غذائي للحامل والمرضعة عشان يعوضها بالنقص اللي بيحصل في الفيتامينات أثناء فترات الحمل والرضاعة. مش بس كده، ده بيحافظ على صحة البشرة والضوافر والشعر، بيمنع تساقط الشعر وبيحافظ ان البشرة تكون قوية، والبشرة تكون في يحسن نضارة البشرة ويعمل على نعومة البشرة. ايه تاني؟ يعني حاجات مهما يعني اتكلمت مش هقدر اوفي حق الفيتامين ده. كمان بيستخدم في حالات الخصوبة عند الرجال، وبسبب فايدة طبعا عنصر الزنك. طبعا حضراتكم عارفين ان بيخش في زيادة وتكوين الحيوانات المنوية. يعني عايز اقول لكم ان علبة الفيتامينات دي، علبة الاقراص دي، مجموعة فيتامينات فعالة ومتميزة، امان لكل الامراض. اي مريض يستخدمها بامان تام، بدون اعراض جانبية، بدون اي مشاكل على المعدة، مفيش مشكلة. حتى يعني اقصى حاجة ممكن تعملها الزنك هو تعب بس في المعدة، لكن لو اتاخد بعد الاكل خلاص التعب ده هيروح. استعماله هو قرص واحد بعد الفطار، استعمل قرص واحد بعد الفطار. قبل ما انسى بس كنت عايز اقول لكم، زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق، ان الرويال فيجي بيساعد في التغلب على الارهاق والتوتر وصعوبه النوم. برضو الفيتا ستريس زنك بيساعد في التغلب على الارهاق والتوتر وصعوبه النوم برضو كمان، ويخليك تنام نوم عميق ونوم هادي، ومهما حصل من ضغوط الشغل وساعات الشغل المتواصله، بحبايه واحده في اليوم بعد الفطار هتخليك تنام بنوم سهل ونوم مريح. العلبة دي ب 20 جنيه و40 قرش. علبة برطمان فيتا ستريس في 20 حباية ب 20 جنيه و40 قرش. علبة رخيصة جدا ومتوفرة في كل الصيدليات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.